سنتر بياخد امير. امير يعني عم تقدموا مباريات كتير كبيره. انا قلت شغله بالمباراه لما يكون اللاعب عارف انه ممكن ما له بديل روتيشن صغيره بيكون عم يلعب بلا براشر ابدا. صح. حسيته هالشيء اكيد. يعني انا كشوتر لتسي اذا حطيت شوطه برا من قبل وانا طلعت برا طلعت من جو الجيم كله تقريبا. فبهيك بهيك جيمات بس اكيد بدك تعطي ديفنس ات ذا سيم تايم. يعني يعني في لعيبه ريدي تو كم اوف ذا بنش كوتش حبيبي في رد انه في لعيبه ريدي تفوتوا. بس خلص مثل ما انت قلت لما تكون عارفين انه الروتيشن كتير صغير وانت لك دور الاساسي والكوتش على طول انه امير انا مركز عليك لك فخلص اللعيب الكبير بده يقدم مستوى ويضل على الملعب مثل ما عم نعمل نحن. ومثل ما شايف انه من قبل كانوا الفرق على طول هن اب ونحن نجرب نلحق لهم. هل هالفتره نحن على طول اب وهن عم يجربوا يلحقوا لنا وقليل اللي بيقدر يعني يسخر الجاب واليوم قدرنا يعني نكبره سبيشلي على ارضنا. يعني وبدي اقول ضد افضل فريق بيعمل ديفنس بالبطوله سجلته 95 نقطه اكثر فريق بسجل نقاط بسله بيروت. عم اقول لك طابتنا كثير عم تتحرك والريدي تو شوت. حطينا ستات جديده بنعطي بكريدت للكوتش والستاف تبعوله. عملنا كيف بدي اقول لك خطط بعد ما معودين عليها الفرق اللي ضدنا. الخطط اللي قبل يمكن كانوا كتير بيسك وكتير وان سكرين هلا عم تشوف كذا سكرين والاجانب يعني كتير عم يساعدونا. شو قصة هيدي الخرطشة؟ هيدي خرطوشة انه اوعى هذا يقرب انتبه. امير شو رايك بردة فعله لدونت جرين لما يعمل سلات حلوة؟ انرجي هيدا اللي جمهور ناطره هيدا اللي جمهور بده اياه ونحن كلاعيبة وي فيد اوف هيز انرجي. قطعت الكهرباء ما بأثر عادي. انا يعني لما احط كذا شوطه ورا بعض نفس الشيء يعني بنجرب نحن ننبسط تتفاعلوا مع الجمهور نتفاعل مع الجمهور نتفاعل مع بعضنا انه بالاخير انه صرنا زمان عم نلعب اللعبه. اذا ما بتعمل هالقصص الصغيره ما بتنبسط بالجيم عرفت. وانت بتنبسط الجمهور بينبسط وفي كتير قصص نحكي عنها. وشو وضع الصباط؟ لا اليوم منيح اليوم ماشي حاله. كايري فور بدنا نلتقي اكيد مع المنتخب اللبناني وان شاء الله تخرطشها كثير منيح مع المنتخب اللبناني. ان شاء الله على ال بي سي 23 بدي اشكرك اكيد امير بروح